السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الهاشنج. ايه هو الهاشنج؟ احنا عارفين ان عندي الاري بتاعتي بيبقى كل عنصر في الاري بيبقى ليه اندكس معين. ده نوع من انواع الهاشنج، يعني كل عنصر بيبقى ليه مكان معين او مربوط بمكان معين ما ينفعش يتحط الا في المكان ده. دي كده اسمها هاشنج. طيب انا ليه استخدم الهاشنج ده؟ بكل بساطة أنا بستخدم الهاشنج لأنه بيسهل عليا أو بيسرع عملية البحث. لو أنا ببحث مثلا في أري، فأحسن حاجة أنا ممكن أوصلها إن الوقت بتاع البحث يبقى بيج أو أوف لوج إن لو أنا بعمل باينري سيرش. لكن في الهاشنج أنا ممكن أوصل إن البحث بتاعي يبقى أو أوف 1. إزاي؟ لو أنا قلت لك مثلا إن الرقم 5 مثلا لو أنا بعمل له هاش هيتحط مثلا في الإندكس 3 في الأري، يبقى انت لو عايز تعرف هل رقم 5 موجود ولا لا هتعمل ايه؟ هتروح على اندكس 3 وتشوف الرقم اللي موجود فيه. لو كان هو 5 يبقى كده رقم 5 موجود، لو كان مش 5 يبقى كده رقم 5 مش موجود عندي في الهاشنج. يبقى انت عرفت هل رقم 5 موجود ولا لا ببيج او اوف 1 بخطوه واحده بس. ما احتاجتش ان انت تمشي على كل العناصر الموجوده في الاري ببيج او لو انت شغال لينير سيرش او بيج او اوف لوج ان لو انت شغال باينري سيرش. انت بخطوه واحده بس قدرت تعرف هل الرقم موجود في الاري ولا لا، لان انت عارف لو كان الرقم موجود مكانه هيبقى هنا وما ينفعش يبقى في اي مكان تاني غير هنا. طيب حلو قوي، ازاي بقى اعرف المكان بتاع العنصر اللي انا عايز اضيفه؟ يعني انا عندي مثلا رقم 5 عايز اعرف المكان بتاعه هحطه في اي مكان. قال لك عشان تعمل كده بستخدم حاجه اسمها الهاش فانكشن. الهاش فانكشن هي بكل بساطة فانكشن بتاخد مني الرقم اللي انا عايز اضيفه جوه التيبل بتاعي جوه الهاش تيبل. الهاش تيبل هو الاري اللي انا بحفظ فيها العناصر بتاعتي، هما بيسموها هاش تيبل. بتاخد الرقم وهي بتطلع لي اندكس بتاع الرقم ده. يعني لو انت مثلا الكي الفانكشن مثلا اسمها هاش، يبقى هاش اوف كي بيساوي الاي، الاي ده اللي هو الاندكس بتاعي. طيب جميل جدا، ازاي بقى الفانكشن دي شغالة؟ قال لك الفانكشن اللي هي بتعمله بتاخد الرقم بتاعي وبتجيب باقي قسمة الرقم على حجم التيبل بتاعي، التيبل سايز اللي هو حجم الاري او اللينس بتاع الاري. بتاخد الرقم ده مثلا عايز اضيف رقم 5 وعندي التيبل سايز او حجم الاري مثلا 20، فهتبقى 5 مودولس 20، فيطلع لي مثلا باقي قسمة الخمسة على 20 باقي قسمتها بصفر، او باقي قسمتها بخمسة، خمسة باقي قسمتها على 20 تبقى بخمسة، فيبقى الاندكس بتاعي هو 5، فانا اروح في الاندكس 5 واحط الرقم ده اللي هو الرقم 5 بتاعي. يبقى الهاش فانكشن هتاخد مني الرقم اللي انا عايز اضيفه اللي هو 5 وتجيب 5 باقي قسمة او 5 مودولس 20 اللي هو ال 20 التيبل سايز بتاعي، ويطلع لي الناتج بتاعي هو الاندكس اللي انا هحط فيه الرقم ده. يبقى انا عارف المعادله بتاعتي. لو قلت لك مثلا ابحث لي عن رقم 5 ايه اللي هتعمله؟ هتاخد الخمسه وتحطها في الهاش فانكشن، تشوف الاندكس، تروح للاندكس ده في الهاش تيبل بتاعك او الاري بتاعتك، تشوف القيمه اللي موجوده جوه الاندكس ده، لقيت هي 5 يبقى تمام، ما لقيتش لقيت القيمه اللي فيها مش 5 فيبقى كده الخمسه مش موجوده. طيب حلو قوي، ازاي بقى اختار التيبل سايز بتاعي؟ قال لك انا بختار التيبل سايز بحيث ان هو يبقى برايم نمبر، رقم اولي. طيب ليه يبقى رقم اولي؟ تعالوا نفترض مثلا ان انا اخترت التيبل سايز بتاعي يبقى 5، يبقى انا كده عندي كام رقم بيقبل القسمه على 5؟ عندي ارقام كتير جدا بتقبل القسمه على 5. لو انا قلت مثلا انا عايز اضيف رقم 5 جوه التيبل بتاعي، فرقم 5 هيروح للاندكس 0 لان 5 باقي قسمتها على 5 اللي هي 5 مودولس 5 بصفر. طب لو عايز اضيف رقم 10 هيبقى 10 مودولس 5 بصفر، رقم 15 15 مودولس 5 بصفر وهكذا. فيبقى عندي الخانه الواحده او الاندكس الواحد اللي هو صفر ليه عدد كتير جدا من الاحتمالات. طيب الحكايه دي نتجت لان في ارقام كتير بتقبل قسمه على 5، فقال لك هحل المشكله دي بان انا اختار برايم نمبر. هختار برايم نمبر لان الرقم الاولي هو الرقم بيقبل قسمه على الواحد وعلى نفسه بس. يبقى انا مثلا لو اخترت رقم اولي اللي هو 21، يبقى انا كده ممكن احط الاحتمالات بتاعتي في الاماكن 21 مكان، ممكن احط 21 رقم في المره الواحده.
فيبقى العدد الاولي بيدي لي احتمالات اكتر او بيدي لي امكانيات اكتر، فعشان كده التيبل سايز بتاعي انا بختاره ان هو يبقى عدد اولي. طيب تعالوا نشوف مثال. لو انا عندي التيبل سايز ب 23 عايز اضيف رقم 15، فاقول له 15 مودلس 23 اللي هي ب 15، فيبقى رقم 15 هيتحط في الاندكس 15، يبقى اروح جوه الاندكس 15 واقول له الاري اوف 15 بيساوي 15. طيب ال 10، 10 مودلس 23 فتبقى 10، يبقى الرقم 10 يتحط في الاندكس اللي هو 10. طيب لو عايز اضيف بقى رقم 38، يبقى 38 مودلس 23 باقي اسمتها على 23 بيساوي 15. طيب انا عندي ال 15 او الاندكس 15 كان موجود فيه رقم 15. طب انا دلوقتي عايز اضيف رقم 38 في نفس المكان، هنا بيحصل كوليجن، حصل تصادم في كده رقمين الاتنين اتعمل لهم هاش لنفس الاندكس بتاعي. نحل الموضوع ده ازاي؟ قال لك عشان اتعامل مع الكوليجن عندي طريقتين، اول طريقه اسمها اوبن ادريسنج، وتاني طريقه اللي هي اسمها سيبريت تشينج. الاوبن ادريسنج جواها ثلاث طرق. احنا مهمتنا في الكوليجن او ازاي اتعامل مع التصادم او الطريقتين دول بيخلوني ان انا اتفادى حته التصادم، ان في رقمين اتحطوا في نفس المكان. طب انا عايز الرقم الاولاني يفضل موجود، مش عايز اشيله واحط الجديد مكانه، انا عايز الاثنين يفضلوا موجودين جوه الهاش تيبل بتاعي. فطلع لنا بالطريقتين اللي هي الاوبن ادريسنج والسيبريت تشيننج. الاوبن ادريسنج جواها ثلاث طرق، السيبريت تشيننج هي طريقه واحده بس. اول طريقه في الاوبن ادريسنج اسمها لينير بروبينج، وتاني طريقه اللي هي كوادراتيك بروبينج، وتالت طريقه اللي هي الدبل هاشينج. بالنسبه للينير بروبينج من اسمها كده لينير، يعني انت بتمشي خطي، علاقه لينير. يعني ايه؟ يعني المفروض مثلا لو كان الرقم بتاعك يتحط في اندكس 5، لقيت الاندكس ده مشغول تعمل ايه؟ شوف اللي بعده، لقيت اللي بعده مشغول شوف اللي بعده، وهكذا. يعني انت بتاخد الهاش كي بتاعك اللي هو الاندكس اللي جاي من الهاش فانكشن وبتزود عليه واحد، وتفضل هكذا، يعني مرة تزود واحد تزود اتنين تزود تلاتة لحد ما توصل لمكان يكون فاضي. تعالوا نشوف مثال. لو انا عندي مثلا الهاش تيبل بتاعي السايز 23 والهاش فانكشن هتبقى اكس مودولاس 23 باقي اسمة الاكس على 23، عندي التيبل ده كده فيه 29 موجودة في المكان 6، 32 موجودة في المكان 9، 58 في 12، 21 في 21. لو انا عايز اضيف 81 فتبقى الاتش 81 مودلس 23 اللي هي بتساوي 12. هل ال 12 فاضي؟ لا، ال 12 مش فاضي، فكده حصل تصادم او حصل كوليجن مع ال 12 او مع ال 81 وال 58. طيب هعمل ايه؟ ازود على ال 12 واحد، انا الفانكشن بتاعتي او الاندكس بتاعي اللي هو 12 ازود عليه واحد، شوف 12 زائد واحد اللي هو ال 13، 13 ده فاضي؟ اه فاضي، يبقى خلاص حط لي ال 81 في الاندكس رقم 13. نشوف مثال تاني، عايز اضيف 35، 35 مودلس 23 بكام؟ ب 12، 12 مش فاضي، في تصادم مع ال 58. طيب زود واحد، شوف هل 12 زائد واحد اللي هي 13 فاضي؟ لا، ال 13 مش فاضي، خلاص زود 2 ال 14، هل ال 14 فاضي؟ ال 14 فاضي، فحط الرقم بتاعك في الاندكس 14. يبقى اللي انا بعمله بكل بساطه، بشوف الرقم، لو الاندكس بتاعي مش فاضي بزود واحد، لو مش فاضي ازود 2، لو مش فاضي ازود 3، وهكذا. وخلي بالك انا بزود على الرقم الاصلي بتاعي، يعني انا الاصلي بتاعي كان 12 بزود عليه 1 بزود 2 وزود 3 وهكذا، مش بزود على اخر رقم انا وصلت له. يعني مثلا ال 12 زودت 1 بقت 13، ما اجيش بقى ازود عليها ال 13 دي ازود على 2 فتبقى 15، لا انا بزود 2 على ال 12 مش على ال 13. طيب لو عايز مثلا اعمل انسيرت ل 60، يبقى 60 مودولس 23 تبقى 14 مشغوله، ازود 1 فيبقى عندي 15 فاضيه، احط ال 60 جوه ال 15. عايز اعمل انسيرت لل 12، 12 مودولس 23 ب 12، 12 مش فاضيه،
13 مش فاضية، 14 مش فاضية، 15 مش فاضية، فهيتحط عندي في الاندكس اللي هو 16. طيب الرقم اللي هو 12 راح لاندكس 16، المفروض مكانه الاصلي هو 12 لكن هو راح في 16، مشي مسافة كبيرة جدا عن مكانه الاصلي. طيب لو انا عايز ابحث عليه تاني هروح المفروض في البداية اشوف ال 12 مش هلاقيه، اروح ال 13 مش هلاقيه، ال 14 مش هلاقيه، وهكذا. فانا همشي مسافة طويلة جدا، فاللينير بروبنج بيعمل لي مشاكل في الانسيرشن، يعني ما بيبقاش كفاءة قوي. يعني انسيرشن عندي هنا اما اجي اعمل بحث بعد كده مش هلاقي ان البحث كويس، فاللينير بروبنج كفاءته قليلة. طيب تعالوا نشوف لو انا عايز اعمل بحث انا همشيها ازاي. عايز ابحث مثلا على رقم اللي هو 59 زي ما كنت بعمل في الانسيرت، هشوف 59 مدرس 13 بكام، مفروض تبقى 13، ال 13 ده في 59؟ لا ما فيهوش. فهل كده اقدر اقول ان ال 59 مش موجودة عندي؟ اقول لا، ما اقدرش ان انا اقول كده، لان ممكن ال 59 دي يكون اتعمل لها بروبنج، اتعمل لها لينير بروبنج، راحت لمكان تاني غير ال 13، زي ما حصل في ال 12، ال 12 كان مكانها 12 لكن هي راحت لل 16، فال 59 ممكن يكون حصل لها كده. طيب اعمل ايه؟ اكمل زي ما كنت بعمل في الانسيرشن، هزود واحد واشوف هل 59 موجوده في 14؟ لا مش موجوده. في 15؟ لا. في 16؟ لا. في 17؟ لا، بس ال 17 فاضيه. وطالما انا وصلت المكان فاضي فده معناه ان ال 59 ما اتحطتش هنا، لان لو انا شغال لينير بروبنج وانا بحط ال 59 المفروض ان هي تتحط في الاندكس 17، بس الاندكس ده بقى فاضي، يبقى طالما انا وصلت المكان فاضي فده معناه ان ال 59 مش موجوده عندي في التيبل بتاعي. يبقى انا في السيرش بمشي من الاندكس وبزود عليه واحد لحد ما اوصل في النهايه لمكان فاضي، طالما وصلت المكان فاضي فده معناه ان الرقم بتاعي مش موجود. وده كده اول نوع في الادريسنج اللي هو اللينير بروبنج. يبقى اللينير بروبنج انا بزود واحد على الاندكس بتاعي، بفضل ازود واحد سواء انا بعمل انسيرت او بعمل سيرش، لو بعمل سيرش بقف لحد ما الاقي مكان فاضي. طيب مشكله اللينير بروبنج ان العناصر بتاعتي بتبقى جنب بعض، فلو عنصر مثلا زي ال 12 بدل ما كان مكانه يبقى 12 هلاقي ان هو راح ل 16، فبعد كتير جدا عن المكان الاصلي بتاعه. فوانا بعمل سيرش انا هاخد وقت طويل جدا، اطول من الوقت الاصلي. فدي كانت مشكله اللينير بروبنج. فظهر عندنا النوع تاني اللي هو كوادراتيك بروبنج. الكوادراتيك قال لك انا مش هخلي العناصر تتحط جنب بعض، انا هبعد العناصر عن بعض شويه. هتبعد العناصر عن بعض ازاي يا عم الحاج؟ قال لك بكل بساطه انا هاخد العنصر بتاعي الاندكس اللي هو الاي، اللي هو الاي الاتش اوف اكس ده الاندكس اللي جاي من الهاش فانكشن، وهزود عليه 1 أس 2، وبعدين 2 أس 2، 3 أس 2، وهكذا. يبقى انا باخد العنصر بتاعي ومره بزود عليه 1 أس 2 اللي هي بواحد، مره تانية بزود 2 أس 2، مره تانية بزود 3 أس 2، وهكذا. طبعا انا بزود على العنصر الاصلي بتاعي او على الرقم الاندكس الاصلي بتاعي اللي هو ال h of x. تعالوا نشوف مثال. انا عندي السايز برضو 23 نفس التيبل بتاعنا. لو انا عايز اضيف ال 81، ال 81 تروح فين؟ تروح في 12. طب ال 12 فاضيه؟ لا مش فاضيه، فزود عليها فتبقى 81. ازود عليها ال 12، 81 المفروض تروح في 12، فزود على 12 1 أس 2 اللي هي بواحد، ف 13. هل ال 13 فاضيه؟ اه ال 13 فاضيه، فيتحط جوه ال 13. طيب عايز اضيف ال 35، 35 برضو تروح ل 12، 35 مودولس 23 بتساوي 12. ال 12 فاضيه؟ لا مش فاضيه، ازود عليها 1 أس 2 هلاقي ان هي برضو مش فاضيه. 13، 12 زائد 1 أس 2 13 مش فاضيه، فزود عليها 2 أس 2 فيبقى 12 زائد 2 أس 2، 2 أس 2 ب 4، 12 زائد 4 ب 16، يبقى العنصر بتاعي يتحط في الاندكس اللي هو 16. طيب عايز اعمل انسيرت ل 60، 60 مودولس 23 ب 14،
هلاقي ان هو راح مباشرة على المكان بتاعه، ده المكان الاصلي بتاعه وما كانش مشغول واتحط جواه على طول، فهنا ما بعدش عن مكانه الاصلي. لكن في اللينير بروبنج هلاقي ان ال 35 كانت هتتحط في ال 14، فال 60 هيروح في ال 15، فال 60 بيبعد عن مكانه الاصلي، فهنا احتماليات ان العنصر يبعد عن مكانه الاصلي قلت، وقلت نتيجة ان في فرق كبير بين العنصر وبين المكان اللي انا بعمل له بروبنج عليه. طيب اضيف ال 12، ال 12 المفروض اتحط في 12، 12 ده مليان، فاشوف 12 زائد 1 اس 2 بكام؟ ب 2. 2 و2 12 و2 12 و1 13. 13 مش فاضي، فاشوف 2، 2 اس 2 16 برضو مش فاضي، فيبقى 2 اس 3 21، 21 برضو مش فاضي. طيب 4 اس 2 تبقى 28، 28 اكبر من السايز بتاعي، اكبر من السايز بتاع التيبل، التيبل 23، فاعمل لها راب، اعمل لها برضو مودلس، فيبقى 28 مودلس 23 في المكان 5 اللي هو المكان الفاضي، فيبقى ال 12 راح للمكان 5. طب ما هو كده ال 12 بعد كتير جدا عن مكانه الاصلي، هيبقى ايه الزياده بقى في الكوادراتيك عن البروبنج؟ البروبنج كانت اسهل، يعني هي الكوادرات البروبنج اللي هي اللينير من 12 ل 16، فلما جيت ادور عليه خدت 1 2 3 4، قررت 4 مرات، مشيت 4 مرات. طيب هنا في الكوادراتيك لما اجي ادور عليه هشوف 12 هل موجود؟ لا، ازود 1 اس 2، 2 اس 2، 3 اس 2، 4 اس 2، فيبقى كده خدت 1 2 3 4، برضو خدت برضو 4 عمليات. يبقى ايه الزياده اللي حصلت عندي؟ قال لك هنا لو جيت مثلا تبص من ناحيه ال 60، ال 60 هي راحت لمكانها مباشره، فكده انت قللت احتمالات الاماكن اللي انت تزود عليها، يعني زودت احتمال ان اول مره تعمل فيها سيرش او السيرش من اول مره يجيب لك الرقم صح، يعرف لك هل الرقم موجود ولا لا، ما تضطرش ان انت تعمل بروبنج للنتيجه بتاعتك. فهنا الكوادراتيك زادت، يعني حته ال 16 ال 60 هي كسبت في نقطه ال 60، هما في ال 12 ال 12 في الكوادراتيك وال 12 في اللينير الاثنين زي بعض، لكن ال 60 في الكوادراتيك كانت احسن، فكده دي نقطه تحتسب للكوادراتيك. النوع الثالث اللي معانا وهو الدبل هاشنج. دبل هاشنج من اسمها كده دبل، يعني انا ما عنديش هاش فانكشن واحده، انا عندي 2 هاش فانكشن، والهاش فانكشن الثانيه المعادله بتاعتها بتبقى بي ناقص الرقم بتاعي، الرقم اللي انا عايز اضيفه مودلس البي، البي ده بيبقى رقم برايم. طبعا المعادله دي هو بيقول لي عليها في السؤال، ممكن المعادله تتغير اصلا، ما تبقاش بي ناقص المقدار ده، ممكن تبقى بي ناقص المقدار ده زايد عليه حاجه، يعني الحاجات دي هو بيقولها لي حسب الهاش فانكشن بتاعتك، حسب الديزاين وانت بتعمل الهاش تيبل بتاعك. فهو في السؤال بيقول لي الهاش فانكشن التانية المعادله بتاعتها كذا. طيب تعالوا بقى نمشي واحده واحده كده ونشوف هيحصل ايه. عندي نفس التيبل بتاعي، عايز اعمل انسيرت ال 81، فيبقى 81 مودلس 23 ب 12، 12 مش فاضي، فاضطر ان انا استخدم ال اتش 2 الهاش فانكشن التانيه. في المثال ده الهاش فانكشن التانية بتاعتي المعادلة بتاعتها 5 ناقص 81 مودلس الخمسة، هلاقي ان هي بتساوي 4، يبقى انا هضيف الرقم بتاعي في 12 زائد 4، انا بجمع الاتنين مع بعض، اتش القديمة مع اتش الجديدة، 12 زائد 4 اللي هي 16، فيبقى الرقم اللي هو 81 هيروح للمكان 16. طيب عايز اعمل انسيرت ال 35، 35 اجي اضيفها الاقي ان هي 12 موجود فيها ال 58، فاعمل الهاش فانكشن بتاعتي الاقي ان هي 12 زائد الخمسة اللي هي 5 ناقص 35 مودلس الخمسة دي اللي هي بصفر، فيبقى بتساوي 5، فيبقى 12 و5 17، فتبقى ال 35 تروح لرقم 17. طيب عايز اعمل انسيرت لل 60، 60 تروح في 14 على طول، المكان ده فاضي، 60 مودلس 23 ب 14. انسيرت لل 83، 83 مودلس 23 14، 14 مش فاضي، يبقى اشغل الفانكشن بتاعتي اللي هي ال H2 الهاش فانكشن التانية،
يطلع لي النتيجة 2 اللي هي 5 ناقص 83 مدرس الخمسة، فتبقى النتيجة 2. 14 زائد 2 ب16، 16 برضو مليانة، أعمل إيه؟ أزود برضو 2، يعني أنا الفانكشن بتاعت الـ H2 طلعت الـ 2، فناخد الـ 2 دي وأفضل أزودها على الرقم الأساسي بتاعي، يعني أنا زودت 14، 14 ده كان أساسي، زودت 2 بقت 16، مشغولة، زود كمان 2 يبقى 18، 18 فاضية، لو كانت 18 مشغولة هزود كمان 2 يبقى 21، 21 مشغولة أزود كمان 2 يبقى 23، 23 خرجت عن الحدود بتاعتي لأن أنا آخر 22، فأعمل لها مودلس فترجع للصفر. يبقى ده كده الطريقة التانية أو تالت طريقة اللي هي الدبل هاشنج. طيب تعالوا بقى نشوف لو انا بعمل ديليت ايه اللي هيحصل. لو انا عندي العنصر بتاعي عملت له ديليت، لو انا عملت ديليت للعنصر وجيت ابحث عنه او جيت ابحث عن عنصر بعده، لو رجعنا للمثال ده مثلا عملت ديليت لل17 العنصر اللي هو ال 35، جيت ادور عليه هلاقي ان هو همشي ال 12 مش موجود، 14 مش موجود، 16 مثلا مش موجود، 17 هلاقي ال 17 ده مكان فاضي. لو انا مثلا بدور على ال 83 مثلا، ال 17 مكان فاضي، فانا هقف هنا وكده في اللينير بروبنج. لو انا شغال لينير مثلا قلنا ان انا بزود واحد وبقف لحد ما الاقي مكان فاضي. طيب انا هنا وقفت عند ال 17 عشان انا لقيتها مكان فاضي. طيب هل كده اقول ان ال 83 مش موجوده؟ لا طبعا، كده انا هقول ان هي مش موجوده لان انا لقيت مكان فاضي وما لقيتهاش، فكده هي مش موجوده. لكن ال 83 موجوده، فحته الاوبنج ادريسنج مع الديليت بتحصل لي مشاكل. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ قال لك عشان نحل المشكله دي انا هخلي اللوكيشن بتاعي ليه ثلاث حالات، امبتي اللي هو فاضي، اوكيبايد اللي هو مليان يعني في قيمه موجوده دلوقتي، او ديليتد ان القيمه دي اتمسحت، يعني هو كان في قيمه واتمسحت، فما توقفش او ما توقفش السيرش بتاعك، كمل سيرش لان المكان ده كان فيه قيمه واتمسحت، ممكن القيمه اللي انت كنت عايزها اصلا موجوده بعد كده، فروح دور عليها لحد ما تلاقي مكان فاضي مش اما تلاقي مكان ديليتد. يبقى دي مشكله الاوبن ادريسنج مع الديليت. لو انا باجي اعمل سيرش بعد كده محتاج ان انا احدد هل القيمه دي او هل الخانه دي حصل لها ديليت قبل كده ولا لا. النوع الثاني من عشان اتعامل مع التصادم اللي بيحصل، قال لك السيبريت تشيننج. ايه بقى السيبريت تشيننج دي؟ بكل بساطه كل مكان في التيبل بتاعي هيشاور على لينكد ليست وانا بضيف العناصر في اللينكد ليست دي. يعني انا عندي مثلا مكان صفر بيشاور على لينكد ليست فيها عنصر اللي هو 44. طيب المكان 26 مثلا، انا عايز اضيف 26 وانا عندي الناتج بتاعه والتيبل سايز بتاعي 11، ف 26 مودلس 11 ب 4، اروح للاربعه هلاقي ان هي بتشاور على لينكد ليست، فاقوم ضايف العنصر بتاع اللي هو 26 جوه اللينكد ليست. فيبقى في السيبريت تشيننج بكل بساطه كل عنصر او كل مكان في الهاش تيبل بيشاور على لينكد ليست وانا بضيف جوه اللينكد ليست دي. فلما اجي مثلا ادور على ال 26 هدخل على طول جوه الاربعه وادور في اللينكد ليست اللي موجوده جوه الاربعه. ودي كده الطرق اللي انا بتعامل بيها مع الكوليجن في الاشنج. يبقى احنا عندنا طريقتين اساسيين اللي هي الاوبن ادريسنج والسيبريت تشيننج. سيبريت تشيننج كل مكان بيشاور على لينكد ليست وانا بضيف جوه اللينكد ليست دي. الاوبن ادريسنج فيه ثلاث حاجات. فكره الاوبن ادريسنج عامه ان انا العنصر بتاعي او الرقم الاندكس الاصلي المكان الاصلي بزود عليه مكان جديد او بزود عليه قيمه جديده. لو انا شغال لينير فانا بزود واحد كل مره، كل مره بزود واحد، واحد اتنين تلاته وهكذا. لو انا شغال كوادراتيك فانا بزود واحد اس اتنين، اتنين اس اتنين، تلاته اس اتنين، اربعه اس اتنين وهكذا لحد ما الاقي مكان فاضي. لو انا شغال دبل هاشنج بيبقى عندي فانكشن تانيه بشغلها بتطلع له قيمه، القيمه دي هي اللي انا بزود بيها كل مره. وده كده الهاشنج وازاي اتعامل معاه او ايه هي فكرته. طبعا المسائل اللي عليه سهله ما فيهاش اي افكار، هو الفكره بيدي لك شويه ارقام ويقول لك شكل الهاش تيبل بتاعك هيبقى عامل ازاي لو انا شغال مثلا لينير، لو انا شغال كوادراتيك، لو شغال دبل، او لو شغال سيبريت تشيننج. وطبعا هو بيدي لك التيبل سايز بتاعك، بيدي لك المعادله بتاعت
الهاش فانكشن التانية لو انا شغال دبل هاشنج، وكل الكلام ده هو بيديهولك في السؤال. انت بس بتعوض في المعادلات وبتمشي خطوة خطوة، تضيف عنصر عنصر وتطلع في النهاية شكل الجدول بتاعك.